وهو الديربي رقم 100 في التاريخ الرياضي للفريقين. بورجي بورجي ماذا سيفعل؟ محاط بأربعة ثلاثة لاعبين، كريم الدودي، جويعة، لويسي، ماذا سيفعل لويسي؟ يستير فرصة، هدف، جول، هدف الموسم، هدف قاتل، هدف من الروعة بمكان كما قلت. إلى تلوينة سجل هدف غيلتهب المركب الرياضي محمد الخامس بعد الطرفين. مباراة العمر، هدف العمر لن ينساه طويلا عن صار فريق الوداد. هدف من الروعة بمكان، اعتبره هدف الموسم وهدف الخلاص لفريق الوداد. لكن نقول الوداد تعذبت كثيرا قبل ان تسجل هذا الهدف، هدف خرافي، هدف جميل، هدف يمكن تسميه باي اسم ولكن لن ينساه الوداديون طويلا. سنشاهده من اكثر من لقطة ومن اكثر من زاوية، يعني حلاوة كرة القدم، يتوج فريق الوداد باللقب ويجي الهدف في الدقيقة 96. تم إضافة 7 دقائق من وضعية صعبة، من زاوية صعبة، يمكن نقول الحارس كوحا ارتمى بكل ثقله للزاوية 90 اليمنى ولكن ما عنده ما يدير. الله غالب، هذه العبارة الله غالب، نزل على بكل ثقل ديالو. أي حارس كيف ما بغى يكون نوعه، كيف ما بغى تكون إمكاناته، لا أعتقد أنه يمكن يلتقط الكرة. هدف من الروعة بمكان، ويمكن نقول الآن الوداد يمكن باقا دقيقة ولا 30 ثانية. الوداد ما بغيتش نتسرع ونقول مبروك للوداد اللقب، لأن الكرة لا تنتهي إلا مع الصافرة النهائية، ولكن حلاوة كرة القدم هو فريق التوج بهذه الطريقة وبهذا المجهود، لأن مجهود الموسم اختزل في هذه القذفة وفي هذه السيدة التاريخية للويسي. الويسي يدخل التاريخ الرياضي للوداد بعد بن شريفة الذي سجل 7 أهداف طيلة 10 سنوات في الديربيات ما بين الرجاء والوداد.